عايزه اقول لكم حاجه بيني وبينكم يعني سيكريت، لو دخلتوا للدكتور ولاحظتوا عليه حركات يعني كده ولا كده خدوه على حد عقله. ليه هو الدكتور مجنون؟ ليه مش مجنون، بس يعني انت عارف هو دكتور امراض نفسيه وبقاله سنين يعني معاشر الخلل والمجانين يعني 40 سنة، فيعني على رأي المثل من عاشر يوم 40 يوم يا صاروا منه يا انصار منهم، وده معاشرهم 40 سنة. وايش قلت يا بعد شفدي؟ الله ما قصرت يا قصيرة العمر. حلوة الدور علي أنا بقى، الدور علي أنا. شفدي خدي ابيك زنقتك. يلا دور عليك ارمي. ايه ده انت ما بتعرفش تلعب يا راجل؟ شفدي عليها العوض الفلوس. يلا دفعت الكاش في مره؟ ايوه دفعنا يا دكتور، دفعنا 50 جنيه. ايه 50 جنيه؟ هوب هوب استاذ هايم. ايوه ممكن تقلع؟ اقلع هو ممكن، بس لو سعادتك هتقلع كمان يبقى نقلع سوا. بس مش انا العيان، انت العيان. ايوه بسأل عليه. ممكن تقلع القميص؟ هو ممكن القميص، بس القميص لازق في اللحم. اتصرف انا. انت بتحزق ليه؟ مالك؟ مش هنا، في الحمام. بس ايه؟ عرفت كل حاجة استاذ هايم. لا. انا قدرت اوصل لحالتك المرضية استاذ هايم. انت عبقري كده، طلع بيفهم، بس في نفس الوقت تافه. انت نبغى بس في نفس الوقت اهطل زعتر. انت ذكي جدا بس غبي. يا عمنا ما تروق بقى، ارسلك على حل، غبي ولا ذكي ولا اهطل؟ استاذ هايم انت فيك كل صفات النجاح، بس ما انتش عارف سكه النجاح. بتبقى الفرصه قدامك بس ما بتعرفش للاسف تشوتها في الجون. يا دكتور ابو تريكا انا مش جاي العب كوره، انا نفسي ابقى مذيع. بحلم يا ناس اني ابقى مذيع. انت علاجك في كلمتين اتنين بس، ان تثق في نفسك والدوحر. ما انا طول عمري بدوحر، نازل ادوحر، هدوحر اكتر من كده ازاي بس؟ يا دكتور مفيش علاج يخليه دوحر اكتر من كده شويه؟ لو كنت قريت كتابي اللي انا مألفه سر السعاده كنت ازاي تعرف تنجح في شغلك؟ ازاي تبقى نجم في مهنتك؟ ازاي تخلي الناس تنبهر بدهائك وتبقى امير الدهاء، امير الانتقام؟ حسن الهلالي الاول، الثاني، الثالث، الرابع. قولي انت متجوز؟ لسه. لما تتجوز ابقى اقرا كتابي الثاني سر السعاده الزوجيه. هي دي الروشته؟ هل تريد السعاده؟ نعم. يبقى اقرا الكتابين بتوعي. حاضر. هل معاك 1500 جنيه تمنهم؟ من اين؟ ما معك؟ كم تريد فيهم؟
10 جنيه بس. هل معاك 10 جنيه؟ هم 5 جنيه تاخدهم واتكل على الله. هل ينفعوا فكه؟ ينفعوا؟ تفضل. هل ممكن نروح؟ تفضل. يلا عشان اكمل طاوله.